بحضور حاكم ولاية إنادي الشرق الجنرال أحمد كارديو حسين أقيم حفل توزيع المساعدات الإنسانية المقدمة من جانب الحكومة وبعض المنظمات الإنسانية إلى المتضررين من الفيضانات التي ضربت الولاية وسط حضور كبير للمدعوين والمستفيدين من هذه الإغاثة. هذا وخلال تقديم المساعدات الإنسانية لرؤساء المربعات والحارات حث حاكم الولاية الجنرال أحمد كارديو حسين بضرورة تقديم المساعدات الإنسانية لمستحقيها. نشكر كل المساهمين الحكومة و الأونجي أنتونا مساعدة ونطلب من كل اللجان والبريفي على أشياء دي يودوها للسيادة الناس المحتاجين ولا أي قطع من الأشياء دا واحد مسؤول ولا دول آخر يشيلها كل يدو للناس المتضررين من الفيضانات. المستفيدون من جانبهم عبروا عن عميق شكرهم لهذا الدعم. ما شاء الله أسا سيد الوالي ولاية أندي أست ما شاء الله بشجاعة وبالكتافة وبكل أشخاص الرافقوا وجو شكرتكم كثير بألف شكر والتضرر هنا جالنا في أندي أست ده ما شاء الله الحكومة قام بجهودها ساعدنا ونشكره بألف شكر إن شاء الله. جرت المناسبة بحضور مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن وكان ذلك بمقر الحي الوطنية للأمن الغذائي لمدينة أم جرس.